هذه الدورة أتت في محلها بكل أمانة، والشكر لكم فعلا على وجودكم وأشراككم للمتدربين ومنسوبي الجامعة والصف الأول بكل أمانة، يعني اللي هم رجال الأمن في الجامعة وسيدات الأمن لدينا، لأن فعلا احنا نحتك بمجموعة كبيرة من الموظفين، لدينا عدد هائل جدا من الطلاب والطالبات، لدينا كذلك يعني الحمد لله خدمات كثيرة نقدمها لمنسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات، فبالتالي بالتأكيد أنه ربما تظهر بعض الممارسات يمكن الغير مقصودة في البداية، لكنها تتجه لاحقا إلى أسلوب ممنهج لا قدر الله وفئات مستهدفة لإخراطهم في مثل هذه المخدرات أو الأساليب اللي تؤدي فيهم للإدمان المخدرات. هذه الدورة كان الهدف هو توصيل رسالة إلى موظفي ومنسوبي الأمن والسلامة بهذه الآفة وأضرارها ومعرفة أنواعها ومتعاطيها وكذلك كيفية التعامل مع نوعية مثل هذه الإشكاليات أو هذه المشاكل التي قد تحدث لا سمح الله داخل أروقة الجامعة. الدورة هذا استفدنا منها، دورة تختص بمكافحة المخدرات وجميع الأخوان كلهم استفادوا منها. اليوم ما شاء الله تعرفنا على أنواع المخدرات وش النوع اللي تشتهر فيه، يعني اللي موجود في المملكة ويتعاطون الفئة الموجودة والفئة المستهدفة والحلول وكيف يعني نبتدي نعالج المشكلة قبل تستفحم تكبر.